اسمي ركان نزار محمد الرياطي، اصلا من العقبه، يعني عندي محل اسمه ألف لون ولون. بلشنا الشغله هاي من وراثه من جدي لابوي لإلي، يعني كهاي الشغله يعني انا حبيتها كهوايه، يعني احسن من افضل يعني من انه كشغل. رسالة الشكر طبعا الكبيرة طبعا لأبوي اللي هو حببني في هاي المصلحة وحببني في الشغل وحببني في إني أشتغل في كل أريحية، في كل معنوية، في كل ضمير، زرع فيه هواية إني أنا الشغلة هاي صارت عندي هواية وليس إنه فرض علي. يعني بوجه كتير رسالة شكر لأبوي إنه دعمني وصلني لهاي المرحلة الحمد لله رب العالمين. يعني بوجه رسالة شكر اللي هي لأبوي نزار رياطي، بوجه رسالة شكر للي علمني الشغل، عمي صالح رياطي طبعا هو في الألبسة، وعمي محمود رياطي الله يرحمه عنده محل جملة في وسط البلد، هدول دعموني كتير. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد ركان الرياطي. بداية نسعد مساك. الله يسعدك يا رب، الله يخليك. أهلا وسهلا فيكم كبرنامج. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. في البداية أستاذ ركان، حضرتك صاحب مؤسسة ألف لون ولون للأدوات المنزلية وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. هلا انا اسمي ركان نزار محمد الرياطي، اصلا من العقبه، يعني عندي محل اسمه ألف لون ولون في عمان جبل الحسين على دوار فراس مجمع عثمان بن عفان بجانب مهرجان الاسعار. هلا احنا يعني بلشنا الشغله هاي من وراثه من جدي لابوي لإلي، يعني كهاي الشغله يعني انا حبيتها كهوايه، يعني احسن من افضل يعني من انه كشغل. انا هاي ماخذها شغلتي هوايه اللي هي الادوات المنزليه، النثريات، كل شيء بيختص في الاكسسوارات، في الاشجار الصناعيه. طبعا احنا كمان عشان تكونوا عارفين موزعين جمله، يعني عندنا محلات جمله في وسط البلد بنوزع جمله اللي هم المحلات تجهيز النصف دينار والدينار، يعني احنا اللي بنأسس المحلات هذه، يعني عندنا هوايه في الشغله هاي. نعم. بس شو اللي عم بيميزك عن المحلات الثانية؟ هلا شو اللي بيميزنا عن المحلات الثانية انه احنا قاعدين بنقدم اسعار اللي هي اسعار الجملة للزبون للمستهلك، قاعدين بنقدم الحمد لله اسعار للمستهلك في اسعار الجملة، عشان هيك الزبون اول مرة بيجي عنا ثاني مرة بيرجع بيجي عنا وهو مرتاح. طبعا. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ هلا ان شاء الله رؤيتنا المستقبلية انه نفتح اكثر من فرع،
نكبر الفروع، لأنه لازم يوصل 1000 لون ولون، محل 1000 لون ولون لجميع يعني مناطق المملكة، لأنه أسعارنا عن جد اللي بفوت عنا بنبسط كزباين كصبايا كشباب كحجات كبار. بقول لك انتوا اسعاركم غير الاسعار اللي بنشوفها احنا، اسعار خياليه قاعدين بيقدموا التجار، اسعار خياليه، احنا قاعدين بنقدم اسعار يعني بنكبل اسعار الكبب في السوق، لانه احنا اصلا تجار جمله، ما يعني قاعدين بنقدم سعر الجمله للمستهلك اللي هو المواطن العادي. فعشان هيك احنا الحمد لله قاعدين نتميز، وما صرنا اصلا احنا فاتحين كثير، يعني احنا صرنا 3 شهور 4 شهور المحل كله جديد، بس الكل اللي بفوت بنبسط على الأسعار، بنبسط على التعامل، بنبسط يعني رؤيتنا إن شاء الله المستقبلية إنه إحنا نكبر الفروع، نفتح فروع جديدة في كل مناطق المملكة، في الزرقاء، بالمفرق، في العقبة إن شاء الله، إلنا راح يكون فرع كبير في العقبة وفي الزرقاء، قاعدين هلأ جديد قاعدين من يعني منشوف محلات جديدة في الزرقاء، نكبر إن شاء الله المجال إن شاء الله. بس تحكي لي شوي أصلاً عن أهم المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع، سواء كمستورد أو صاحب مؤسسة. هلا مشاكل والله ان شاء الله انه ما بنواجه، انا بستورد وما في يعني اذا بتمشي دغري الامور كلها بتضلها دغري، يعني هلا الجمرك هو حق على كل مؤسسه او كل منشاه بدها تستورد، طب ما هو اكيد لازم يكون في جمرك، لازم يكون في بدل، لانه كله هذا لازم يكون موجود. يعني ما بنواجه الحمد لله مشاكل مع الجمارك، بندفع جمارك، بندفع ضريبه، بندفع كل شيء، ما في مشكلة. يعني ليش المشكلة؟ ليش يعني هاد حق للحكومة، لازم ندفع ولازم ندفع الأمور هاي، لازم نهتم في الأمور هاي عشان نقوم البلد. نعم طبعا. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ صاحب الجلالة على راسي وعيني الملك عبد الله الثاني، طبعا هذا اذا شفته ما بعرف ايش احكي له، لانه مش راح اعرف احكي اصلا، لانه الملك عبد الله قباله الواحد يعرف يحكي طبعا مش راح يعرف يحكي. فيعني ان شاء الله انه بنتقابل انا وياه وبحكي له انه ان شاء الله البلد هذه في ازدهار والاقتصاد قاعد بيطلع ان شاء الله، وان شاء الله يعني في تحسن في البلد كبير 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 قاعد بيصير، يعني احنا شايفينه شايفينه يعني إشي ملموس، إشي ملموس إنه التحسن في الاقتصاد وفي الجمارك قاعد بينزل، كمان الجمارك عشان الكل يعرف إنها قاعد بتنزل، الشحن قاعد بينزل، كل إشي في البلد قاعد بيتحسن في طريقة خرافية. فأنا بحب يعني أحكي له يسلم أيديك كتير على اللي بصير في البلد، اللي بصير في البلد إشي مرتب، إشي متابع، يعني إشي مدروس، مش خربطة وهيك، لا إشي ممتاز جدا. نعم بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ رسالة الشكر طبعا الكبيرة طبعا لأبوي اللي هو حببني في هاي المصلحة وحببني في الشغل وحببني في أني أشتغل في كل أريحية، في كل معنوية، في كل ضمير، خلى زرع فيه هواية اني انا الشغلة هاي صارت عندي هواية وليس انه فرض علي. يعني بوجه كتير كتير رسالة شكر لأبوي انه دعمني ووصلني لهاي المرحلة الحمد لله رب العالمين. يعني بوجه رسالة شكر اللي هي لأبوي نزار رياطي، وبوجه رسالة شكر للي علمني الشغل، عمي صالح رياطي طبعا هو في الألبسة، وعمي محمود رياطي الله يرحمه عنده محل جملة في وسط البلد، هدول دعموني كتير، وأنا بوجه رسالة كبيرة إلهم من الحب والاحترام لأنهم دعموني ووصلوني لمرحلة ما عمري بتخيل إني أوصلها. إحنا عنا الحمد لله 3 طوابق، عندي أول طابق اللي هو تحف وتنسيق بلالين وتنسيق ورود وأعياد ميلاد، عنا الطابق الثاني طبعا أدوات منزلية كاملة من سعر دينار لأكثر، وعندنا الطابق الثالث بس من 5.5 دينار لغاية دينار، يعني متميزين الحمد لله في جبل الحسين ما في محل زينا زي هيك. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ احكي لي أكثر وين موقعك وطرق التواصل معك. هلا احنا موقعنا عمان جبل الحسين دوار فراس مجمع عثمان بن عفان مقابل ماكسيم مول بالضبط. هلا اللي بده يتواصل معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسمها 1000 بالانجليزي، 1000 رقم بانجليزي، ولون ولون بالعربي يعني اسمنا 1000 لون ولون،
بيقدر يتواصل معنا عن طريق الصفحة، وعنا أشياء مميزة وعنا عروض مميزة كتير. شكرا لك. أهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد ركان الرياضي على حسن استضافته لنا، وعلى أمل لقائي بكم مجددا. نورت شرفتنا. أهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا وسهلا.